السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، نكمل chapter number 7. وصلنا لعند اللي هو الإكستريم بروجرامينج. إكستريم بروجرامينج هذه طريقة من طرق اللي هو الأجايل ميثود اللي حكينا عنها بالمحاضرة السابقة. Perhaps the best known and most widely used agile method. أفضل طريقة بيستخدموها الوقت اللي هي اسمها الإكستريم بروجرامينج. إكستريم بروجرامينج يعني بتصل للقصوى، extreme approach يعني اللي هو الطريقة القصوى to iterative development. كيف؟ new versions may be built several times per day. يعني أنا بحط جزء، إحنا قلنا الـ iterative بدي أنا جزء صغير، تمام؟ جزء صغير من البرنامج الكبير بسويه، ممكن أبنيه several times per day. تمام، يعني انا بحط اللي هو فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3 فيرجن 4 باليوم الواحد، بعمل اكثر من فيرجن. طيب increments are delivered to customers every 2 weeks. الزيادات انا هذه increments او الاجزاء بوصلها للزبون كل اسبوعين، كل اسبوعين بدي له شغله، بعمل لي تيستنج برجعني. All tests must be run for every build and the build is only accepted if tests run successfully. يعني أنا لازم كل الاختبارات لازم أسويها على كل جزء ببنيه. طيب بديل الزبون هو بعمل لي إياه، إذا الزبون وافق عليها خلاص تمام. طيب ريليس سايكل، انا لما كل جزء بدي اعمل له ريليس خلاص بدي احطه واقول هذا خلصناه. سيلكت يوزر ستوريز فور ذيس ريليس، هنا نعمل سيلكت نختار اللي هو ايش الريكويرمنتس. يوزر ستوريز يعني ريكويرمنتس، بريك داون ذيس ريكويرمنتس، بلان، ديفلوب ريليس سوفت وير، ايفاليويت سيستم، وهكذا. بحط الريكويرمنتس ايش بده، بعمل بطور وخلص، وهكذا بنتم نلف وندور على الاجزاء اللي انا بدي اسويها. لازم Extreme Programming and Agile Principles. Incremental development is supported through small frequent system releases. Okay. Supported من خلال small صغيرة وfrequent متتالية، تمام، متعددة. System releases إصدارات النظام متعددة وصغيرة. Customer involvement means full time customer engagement in the system. يعني أنا لما بدي أشارك الكاستمر أو أشارك الزبون معناته full time customer engagement، يعني بشاركه full time، شغال طول الوقت معانا. People not process through pair programming. يعني انا بركز على الناس مش اللي هو العمليات. through pair program يعني collective ownership and a process that avoids long working hours. يعني انا باخد الناس، باخدش البروسيس او العمليات اللي هي بتستحملني وقت كتير او بتاخد مني وقت كتير، عشان هيك انا باخد through pair programming. يعني بير بروجرامينج يعني اثنين اثنين بيشتغل على كل iteration. chain supported through regular system releases. chain supported يعني انا بدعم التغيير من خلال regular system releases، يعني انا اصدارات متعدده للنظام. maintaining simplicity من خلال constant refactoring of code. يعني انا بدعم او بخلي وابقى على البساطه من خلال constant refactoring of code، يعني دائما بشوف الكود اللي عندي، دائما بطلع عليه، دائما باكد بشوف انه هل صح او مش صح. تمام. requirement scenarios يعني هنا scenarios
اللي انا بحتاجها ل الاكسبرمنت بروجرامينج. الاكسبرمنت بروجرامينج requirements are expressed as scenarios. شايفين كيف؟ يعني في الاكستريم بروجرامينج يوزر ريكويرمنت احتياجات المستخدم او الزبون اكسبريس بنعبر عنها كسيناريوز او يوزر ستوريز بنسميها سيناريو او بنسميها يوزر ستوريز، يعني قصص اللي هو المستخدم بنسميها قصه. ايش القصه اليوم اللي بده اياها عشان نشتغل وياها؟ These are written on cards and the development team break them down into implementation tasks. These tasks are the basic schedule and the cost estimate. يعني انا باخذ الستوري تبع الزبون او باخذ السيناريو تبع الزبون وبحطه على ورقه، تمام؟ هذه الورقه انا بقسمها ل تاسك، لا اعمال منفصله عن بعض. كل تاسك بقول له مثلا هذا بدي اسوي اليوم، هذا بدي اسوي بكره، طبعا كل اسبوعين. ها انا اقول لك بس اسبوعين، كل اسبوعين بدي اشي جديد، تمام؟ These tasks are the basis for schedule اللي هو التقويم والكوست استيمت كمان، يعني اللي هو الكوست يعني قديش الثمن او قديش العمل اللي انا بدي اياه. Customer chooses the stories for inclusion in the next release based on their priorities and the schedule estimates. يعني الزبون بختار الستوري او الريكويرمنت على حسب اللي هو البرايورتي، حسب اللي هو الاولويات او حسب قديش بدها وقت، تمام؟ طيب انا هي هيك ستوري كارد، هذا جزء فور دوكمنت داونلودنج. هذه ستوري كارد يعني هذه اسمها انا بدي اسوي داونلودنج اند برينتنج ان ارتكل، هذا انا الشغل. هاي الاسم، هاي هذه الاسم اللي انا بدي اسويه، تمام؟ وهي الستوري تبعها فيرست يو سيلكت ارتكل، هذا احنا بنكتبه اللي هو ديفلوبرز او المطورين تبع النظام هم اللي هذا بدهم، هذا هم اللي بكتبوا العنوان الرئيسي هاي، تمام؟ وهذا هم بكتبوا على حسب اللي هم ايش بدهم يشتغلوا. طيب اكستريم بروجرامينج اند تشينج، والتغيير ايش بتديني؟ التغيير conventional wisdom and software engineering is to design for change. يعني احنا بنصمم عشان التغيير، يعني العقلية المتداولة في هندسة البرمجيات انه to design for change، يعني احنا نصمم عشان نغير اللي موجود. It's worth spending time and effort anticipating changes as this reduces costs later in the lifetime. يعني احنا anticipating يعني بنتوقع اللي هو التغييرات اللي بدها تصير عندنا. Extreme programming however maintains that this is not worthwhile as changes cannot be reliably anticipated. في extreme programming يعني التغييرات بقدرش اتوقعها لان انا بسوي جزء مع جزء، ممكن نسوي تغييرات كثيرة وممكن ما نسوي تغييرات كثيرة، بتعتمد على الزبون، بتعتمد على تفكير الزبون، بتعتمد على ايش بده الزبون، بتعتمد على البرامج او السوفت وير او الشغل اللي انا بدي اسويه للزبون. Rather it proposes constant code improvements. Constant code improvements، شايفه؟ يعني هو بروبوت بدينا refactoring بتسميه to make changes easier when they have to be implemented. يعني انا بعطي له constant code improvement، يعني انا بطور الكود متواصل، دائما يكون عندي refactoring عشان لما انا بدي اغير بتكون سهل في عملية اللي هو تغييرات. طيب لما كيف انا بدي اسوي تيستنج في الاكستريم بروجرام؟ تيست فيرست ديفلوبمنت، تمام؟ انا بعمل تيست او بعمل اللي هو اختبار ل الفيرست ديفلوبمنت او الاول شيء بنطول. انكريمنت تيست ديفلوبمنت فروم سيناريو، تمام؟ انا بسوي اختبار
incremental من السيناريوز اللي انا بحطها. بعمل اختبارات من السيناريوز، احنا قلنا السيناريوز اللي هي requirements هي الاحتياجات. User involvement means test development and validation. انا بخلي اليوزر، بخلي اليوزر هو اللي يعمل لي التيست، مش انا اللي بعمل التيست ولا بجيب واحد يعمل لي التيست، لا اليوزر هو اللي يسوي لي التيست. Automatic test harnesses are used to run all components test each time that a new release is built. يعني انا بجيب بعمل اللي هو التيست او الاختبار، بعمل اوتوماتيك. كيف هذه؟ لما يكون عندي كومبوننت ريليس، ريليس انا اصلا اصدار 1 2 3 4 ممكن اوصل 10، مش كل مره انا بدي اسوي التيست، لا بعمل له اوتوماتيكي افضل شيء. يعني الاختبارات اوتوماتيكيه. تيست فيرست ديفلوبمنت، لما انا بدي اعمل اختبار للتطوير الاولاني. رايتنج تيست بيفور كود كلاريفايز ذا ريكويرمنتس تو بي امبلمنتد، يعني انا بكتب الاختبارات قبل الكود، ايش اللي انا بدي اختبره، لازم اعرف ايش اللي انا بدي اختبره قبل ما اعمل الكود. Tests are written as programs rather than data so that they can be executed automatically. يعني الاختبارات بكتبها كبرامج مش داتا، لا برامج اللي هي بدها تعمل لي، عشان انا بعملها برنامج بعمل لي التيست اوتوماتيكي. The test include a check that it has executed correctly. يعني هنا بنأكد انه البرنامج او الجزء او الانكريمنت executed correctly. All previous and new tests are automatically run when new functionality is added. تمام، يعني انا لما بدي اضيف functionality او عملية للشغل بتبعي، اوكي، بشغل او بفحص او بعمل رن لكل الاجزاء اللي قبل هيك، وراها بسوي التيست الجديد الفانكشناليتي، بعمل تيست للفانكشناليتي الجديده. That's checking that the new functionality has not introduced errors. عشان انا بدي اتاكد انه الاشي الجديد اللي اضفته ما بتعمليش مشاكل في الاجزاء القديمه الموجوده عندي. Pair programming البرمجة 2-2. In extreme programming, programmers work in pairs, sitting together to develop code. يعني في extreme programming البرمجة القصوى اللي قلنا عنها، programming المبرمجين بيشتغلوا 2-2، واحد بيكتب وواحد بيفكر، واحد بيقول له ايش يكتب. Sitting together to develop code، عشان نطور الكود. This helps develop common ownership of code and spread knowledge across the team. يعني هذه بتساعد وبتنشر المعرفة بين الفرق المبرمجة. It serves as informal review process as each line of code is looked at more than one person. يعني أنا لما بدي أجي أطلع ما بصيرش عندي errors في الكود، ممكن أنا أكتب، يعني اكون بقصد شيء واكتب شيء ثاني، اوكي، فالثاني هنا بصلحني. It encourages refactoring as the whole team can benefit from this. تمام، هنا احنا بندعم اللي هو التصحيح. Refactoring as the whole team، كل الفريق بيستفيد من هذا. Measurement suggests that development productivity with pair programming is similar to that two people working independently. يعني القياسات بتقول انه الانتاجية التطويرية في البير بروجرامينج نفسها هي كأنه اثنين بيشتغلوا مع بعض، يعني ما بتقلش الانتاجية، يعني اثنين بلا تخوش بعض، لا بالعكس، بل هم كأنهم بيشتغلوا اثنين مع بعض. Rapid Application Development، التطوير السريع للبرمجيات. Agile methods have received a lot of attention, but other approaches to rapid application development have been used for many years. يعني أنا الـ methods تبعت الأجايل
في إلها التمسن موجودة كتير، ولكن اللي هو الطرق الأخرى للتطوير السريع مستخدمينها لسنين طويلة. These are designed to develop data intensive business applications. يعني data intensive يعني اللي فيها بتركز على الأعمال اللي فيها بيانات كتيرة. And rely on programming and presenting information from database. وبتعتمد على البرمجة وتمثيل البيانات من قواعد البيانات database. طيب Rapid Application Development Environment Tools، الأدوات، أدوات البيئة اللي بشتغل على الراد، إيش البيئة اللي أنا بشتغل عليها؟ Database Programming Language، لازم يكون عندي Database Programming Language. Interface Generator، لازم يكون عندي Generator بيعمل لي الانترفيس، انترفيس اوتوماتيكي. Links to Office Applications، لازم يكون عندي اللينك ل الاوفيس ابلكيشن، الوورد، الاكسل، الايميل، مش عارف ايش. ريبورت جنريتور اللي بيعمل جنريشن للريبورت، ده كل هذه لازم تكون موجودة عندي. طيب رابط ابلكيشن ديفلوبمنت انفايرمنت، شوف ايش عندي هنا، هاي الرسمة هاي الحلوة. داتابيس بروجرامينج لانجويج، انترفيس جنريتور، اوفيس سيستم، ريبورت جنريتور، داتابيس جنريشن سيستم، وهكذا. رابط ابلكيشن ديفلوبمنت انفايرمنت. طيب هل وقت احنا قلنا نحتاج انترفيس جنريتور، ايش هو ايش بنحتاجه للانترفيس جنريتور؟ لا الواجهات. Many applications are based around complex forms and developing these forms manually in a time consuming activity. يعني كثير من الابلكيشنز والتطبيقات تعتمد على ال complex forms and developing these forms manually. يعني انا بطورها manually is a time consuming activity. عادة بتكون بتاخد وقت كتير. تمام. Rapid application development environment include support for screen generation. Include واحد interactive form definition using a drag and drop technique. أنا بعمل drag and drop ل definitions. Form linking where there is sequence of forms to be presented is specified. بعمل وصلة بين اللي هو الفورمز. Form verification بعمل تيست فيريفاين بالتأكيد ان الفورم صح ولا لا. وير الاود رينجز فروم فورم فيلدز از ديفاين. تمام. طيب فيجوال بروجرام، البرمجه المرئيه. سكريبتنج لانجويجز such as فيجوال بيسنج، فيجوال بروجرامينج وير ذا بروتوتايب از ديفلوبد باي كريتنج ا يوزر انترفيس فروم ستاندرد items and associated components with these items. يعني اللغات اللي بدها scripting اللي زي Visual Basic support Visual Program، يعني البرمجة المرئية. تمام. عندنا بروتوتايب، هاد بنستخدمها للبروتوتايب. يعني انا لما بدي نموذج تمام بطوره وبديه له اللي هو اليوزر. بدي هنا باي كريتنج يوزر انترفيس فروم ستاندرد ايتم، بعمل انا واجهه للمستخدم فروم ستاندرد ايتمز اند اسوشيتد كومبوننت وين ذيس ايتمز. لارج لايبرري اوف كومبوننت اكزيست تو سبورت ذيس تايب اوف ديفلوبمنت. انا لما بعمل فيجوال البرمجه المرئيه بكون عندي مجموعه من اللايبرريز، مجموعه من المكتبات زي ما انتم عارفين، مجموعه كبيره من المكتبات. تمام. طبعا هذه ما بتولريتد تو سوت ذا سبيسيفيك ابلكيشن ريكويرمنتس، هذه عشان تحتاج لاحتياجات اللي هو تطبيقات معينه، مش كل التطبيقات
ممكن أعديها بروتوتايب، وممكن كل التطبيقات إلها مكتبات، تمام؟ في بعض التطبيقات أنا بدي أسوي المكتبات تبعتها. Problems with visual difficult to coordinate team based on development، تمام؟ أنا هنا من الصعب إني أعمل coordinate the team، ال team based development، التطوير اللي هو لما يكون عندي فرق كثيرة من صعب إني أنا أعمل لهم coordination. No explicit system architecture، ما فيش تركيبا للنظام أساسية. Complex dependencies between parts of the program can be used maintain maintainability problem، تمام؟ يعني أنا الاعتماديات dependencies ال complex تكون complex dependencies اللي هو اعتماديات معقدة بين الأجزاء من البرامج، تمام؟ طيب أنا ممكن أستخدم اللي هو طريقة تانية اللي هي الـ commercial of the shelf reuse، بستخدم اللي هو الأجزاء الجاهزة، تمام؟ An effective approach to rapid development is to configure and link existing off the shelf systems commercial off the shelf systems، يعني نظم موجودة وجاهزة، ما يعني عندنا يعني معمول لها ديفلوب مطورة وجاهزة، أجزاء من يعني أنا بعمل برنامجي أو بعمل التطبيق تبعي من أجزاء جاهزة. For example, requirement management system could be built by using database to store requirements، ممكن أعملها من database عشان أخزن الاحتياجات. Word processor to capture requirements and format reports، word processor معالج اللي هو الكلمات عشان يدينا او يتصور لنا الاحتياجات ويحطها في فورمات ريبورت. سبريد شيت فور تريسابيلتي مانجمنت، ممكن اعمل اللي هي من الاكسل سبريد شيت، صفحه من صفحات الاكسل عشان يعمل لنا اللي هو المانجمنت تريسابيلتي عشان الاداره، ونشوف اللي هو التريس عشان نعمل نقدر نخطط ل الإدارة، نعمل العمليات الإدارية. Compound documents، إيش ال documents؟ For some applications، بعض اللي هو التطبيقات prototype can be created by development compound documents، يعني بعض ممكن نسوي نموذج، ممكن نعمل نموذج by development بتطوير compound documents. This is a document، شو هو؟ This is a document with active elements، عناصر نشطة، such as spreadsheet، زي اللي هي الإكسل، صفحة الإكسل، that allow user computation، اللي هي بتسمح عمليات رياضية للمستخدم. Each active element، كل عنصر نشط، has associated application، يعني إله application أو إله تطبيق معاه، which is involved when that element is selected، يعني أنا لما بختار هذا العنصر، هذا العنصر إله application معين، يعني أنا لما بداخد سبريد شيت عندي الإكسل، لما بداخد اللي هو وورد دوكيومنت بروح على الوورد، لما بداخد دوكيومنت ثاني للإحصاء اللي هو باخد الـ SPSS مثلا. Document itself is integrator for the different applications، اللي هو الدوكيمنت نفسه بكون هو جزء من اللي هو التطبيقات المختلفة. Software prototyping، نمذجة البرمجيات. Prototype is the initial version of the system used to demonstrate concept and try out design options، يعني أنا لما بدي أعمل نموذج هو version initial version، يعني إصدار أول للنظام، تمام؟ عشان أنا بدي له زبون. البروتوتايب اللي أنا بسويه ممكن نستخدمه في إيش؟ البروتوتايب ممكن نستخدمه في إيش؟ واحد، requirements engineering process is to help
with requirements elicitation and validation. يعني انا بستخدم اللي هو النموذج ليش؟ requirement engineering process، عملية اللي هو هندسة ايش الاحتياجات، عشان تساعدنا ليش؟ with the requirements elicitation، تطوير اللي هو الاحتياجات الثانية، وعملية اللي هو ال validation، عملية التستنج تبعتها، التستنج فاليديشن. And design process to explore options and develop user interface design. تمام؟ And the testing process to run back-to-back tests. طيب. Benefit prototyping ايش اللي هو الحاجات الكويسة في النماذج؟ Improved system usability, closer match to user real needs, improved design quality, improved maintainability, reduced development effort. Prototyping process عملية اللي هو النمذجة established prototype plan, define prototype functionality, begin outline definition, develop a prototype, begin executable prototype, or evaluate prototype. بدينا الـ evaluation report للآخر. هذه أهم شيء، أهم الحاجات اللي أنا بدي أشرح لكم إياها عن اللي هو الـ prototyping. معلش سامحوني طولت عليكم بالجزء في هذا الجزء من المحاضرة، لكن أنا هيك بكون خلصت اللي هو الـ chapter 7 اللي هو rapid development applications. يعطيكم ألف عافية.